4-2 على خط التسعة متر. لكن هنا محمود محسن إلى الدرب إلى وسام. يا سلام المنتخب المصري. أكرم أمام محفوظ. يا سلام عليك يا أكرم. يوسف أولمبياد لما كانت في طوكيو. يا سلام عليك برافو. لعبها المقابي لكن هنا التأخير وبالتالي ترانزيشن ديفنس للمنتخب المصري موجود. المتدور البحريني موجود يسجل. تلعب كرة محسن. يا سلام وهدف يأتي سريع. كل شيء موجود. تلعب الكرة لمصلحة الله. هدف يأتي اليوم مع الفراعنة الكتيبة. يا سلام على الغفلة الدفاعية. هنا الدرع. يا سلام يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. سعد سجل الرمية الأولى. نشوف الثانية. يا ولد. أحمد جلال هذا مخالفة مخالفة. هنا تلعب الكرة السريعة أكرم. الشباك فاضي يا أكرم. كطرد وهنا أيضا استبعاد وأيضا تلعب الكرة. يا ولد يا ولد الله يا هي جميلة. تلعب الكرة مقطوعة. حبل حبل الله 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 الله. وأيضا المنتخب المصري راح يكون هناك معسكر. الله واستعداد لبطولة الفريق المؤهل كأس العالم. يا ولد ضاعت من الجناح إلى من؟ حمد حبيب المقابي. إذا تلعب الكرة. يا سلام الله لا لا لا. المصري الفرعوني اهدى يا جماعة. الله الله راح تكون أيضا حاضرة في بطولة آسيا. الله برافو. هم يسجلون لكن اليوم الطيار أمام علي عيد وهنا الله الله الكرة وهنا تصيب. برافو حلوه من الحارس حسين لوجوده في ارضيه الملعب. اذا راح نشوف الان تلعب الكره تحركات تقاطعات وهنا برافو للحارس الطيار. كره فاست بريك لعبها الشباك وبالتالي هنا ايضا مخالفه يصير الحكم. الدرع فاضيه. الله خروج الحارس يطلق عرض اللاعب يعني الإعادة تعطينا إفادة. إذا رمي 7 أمتار محمد حبيب لعب مع نادي مضر الكواسر المضراوية ولكن هو مع اليوم. الله الله باكات من السنتر وأيضا الاعتماد على السيد نوار وسام نوار. مقطوع الكرة برافو. أوه يا سلام عليك يا حسن قداح. المتبقي 7 دقائق على نهاية الشوط الأول. يا ولد يا ولد. شقيق جعفر ومحمود إذا تلعب الكرة إلى الدرع. الدرع للاعب الدائرة. يا سلام عليك انت تستقطب بطل افريقيا المصري الفرعوني امام بطل اسيا وعلي عبد القادر يصوت. استاذنا منصور الجبيس وايضا الاستاذ علي المحسن. شوف هذه التصويبه جرت 9 أمتار لخفض من اللاعبين الباكات. يا سلام عليك برافو. تلعب الكره لعبها مهدي سعد وجه الى محسن محمود. شوف الدفاع 4-2 تقدم تقدم. يا ولد إلى وين ذا؟ تلعب الكرة. شوف الدفاع دفاع البحرين يجيدون هذا الدفاع وتصويبه مالي فرنسا. بينما المنتخب البحريني أيضا راح بعد هذا اللقاء راح يكون معسكر في هنغاريا. لقاتي على فكرة الأحمد الأحمر لاعب المنتخب المصري. يا سلام الله سعودية وكان أبو مدرب اسمه مصطفى الأحمر. الله ها هذا محمد ناصر إشارة اللعب السلبي. المقابي شوف الدفاع 6-0 الفرعوني. الله لا 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 في أرضية الملعب. يا سلام عليك لعب لك كرة جميلة وهنا مخمسي اللي مسجل أهداف لعب مع فريق لكن اليوم هو مع المنتخب المصري. الله تلعب الكرة. هذا هو أحمد الأحمر. يا ولد يا ولد يا هو 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 المقابي الخبرة محمد حبيب شاقني. يا ناس دلوني عليه مو بس يحيى تصدى لرمية 7 أمتار. محمد حبيب هو يسجل. يا ولد اللي عاش في الأحساء وعمره 9 سنوات. يا سلام الله الله لا شك. محمد ناصر يسمونه محمد حبيب الصغير. يا سلام الله برافو حمد عليكم برافو. حلوه حلوه السماهيجي الى الصغير. يا ولد الله دلوني عليه. هذا هو الصغير قاسم جعفر يسجل يقلل الفارق الى هدف. احمد لعب. يا ولد تقدم الدفاع. شوف الان 1-5 ثم 3-3. الصياد المقابي لعبها للجناح الصغير. يا ولد الله
الله يا قاسم يا جعفر. بحرين 19 مصر اذا تلعب الكره الى الدرع الى سيف يا سلام، يعني كل المعطيات موجوده اذا تلعب الكره. يا ولد يا مقابل لعبها، لكن هناك خطأ الى اللاعب حسن السماهيجي. حسن الله يوسف دقيقه العاشر، 9 دقائق و30 ثانيه، وهدف ياتي رد سريعا من اللاعب احمد عادل. مقابل يطالب برميه سبعه ما فيها، يحيى لعبها الى هذا اللاعب يحيى الدار الى شقيقه سيف، الى مقابل صياد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام، قاسم 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 يا سلام يا الله. تلعب كره فاست بريك، السماهيجي السماهيجي يا سلام. لا 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 الكره، هذا هو حسن قداح. حسن قداح يلعبها لاحمد الى الدرع اذا تلعب الكره. يا سلام الشيء الجميل وباصمة، تلعب الكرة فاست بريك، هل يسجل؟ يا ولد حاول فيها محفوظ لكن يرزق. يا سلام يا عبد الله علي، الله لا 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 ثنائي يا الله الله. تلعب الكرة احمد لا. يا ولد يا ولد رمية سبعة امتار يشير، يتابعون المغرب لانه هناك رمية سبعة امتار. برافو، ينجح احمد الاحمر يسجل على ابن محفوظ. عبد الله علي شقيق، هذا هو شقيق صادق علي. يا سلام الله الله الله. تلعب الكرة مراقبة احمد عادل عبد الرحيم. شوف تقدم الدفاع المصري على خط التسعة. لا 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 الله الله. يا ولد يا ولد يا هنا بنت الخلفي، ثم علي عبد القادر يضيع الكرة، وهنا ان لم تسجل ياتي التسجيل من هنا. هذه الامسية الجميلة، البطولة السعودية الدولية الودية، أربع منتخبات. يا لا 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 تزق. أحمد إلى حسن قداح، يا حسن الله اضرب باليمين يمتد برا. وأيضا الجمهور المصري حاضر في هذه الأمسية الجميلة، الله الجالية المصرية المتواجدة. يا سلام براعينا، إيه اللي عملته يا مصري؟ إهدى يا مصري، تيت عليه ليش زعلان ما يحاكيني؟ إذا تلعب الكرة إلى يحيى، يا سلام عليه. تقدم لمصلحة المنتخب البحرين، يا سلام المقابل قاسم يا ولد. الله 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 الله. وأيضا غياب علي ميرزا بسبب أحمد الأحمر. إذا تلعب الكرة يا ولد، لكن هناك في البحرين الله سعرات طاقة. إذا تقدم الدفاع 5-1 الصياد، الله الله الله. ومراقبة حسن قداح إلى سيف الدرع، يا سلام سيف الدرع يسجل، يوسع الفارق لهدفه. أحمد تحرك لهنا إلى المقابل إلى قاسم، الله محمد الدرع، أبناء الدرع أبناء مصر. تلعب الجناح، يا الله هناك لمس الخط. يلا يا الأحمر، هناك متابعينك خلف الشاشات يتابعون. إذا تلعب الكرة يا ولد، لا 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 لا، الذي يأتي من حكومتنا الرشيدة على كل دعم في الاتحادات وكل ما يمكنه أيضا للأندية. الله هدف هنا،